حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لديليز دامال. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، خبيزات كاين درتهم محشيين باللحم المفروم فقط، وكاين درتهم محشيين باللحم المفروم والجبن. في الحشوة خيروا واش تحبوا، ديروا بصل طماطم اللي عندكم موجود. العجينة حتكون مختلفة وبطريقة سهلة، فقط لازم الخاطر زوج حوايج مهمين في الطبخ، وكذلك كي نجو نحشو لازم نرقو العجينة باش طيب لنا مليح من الداخل ويجو كروستيون. بسم الله، بداية حطيت كأس مملوء تاع البرغل الناعم بمقدار 125 غرام، وهذا هو المكون الرائع يعطينا لذة الخبيزات روعة. بنفس الكأس ضفت السميد الناعم، بعدها ملعقة تاع ملح على حسب الذوق، وبعدها نبدأ كأسين تاع الماء المغلي طبعا بنفس الكاس، ونضيف نصف كاس، يعني في الكل عندي كأسين ونصف تاع الماء المغلي. نحرك ونغطي عليها، نخليها ترتاح وتمتص في الثلاجة مدة 30 دقيقة. بعد ما ارتاحت 30 دقيقة نجي هكذا نفتحها بيديا بصبعتي كيما راكو تشوفوا، باش لابقاو حبيبات نفكوهم. بعدها أضيف نصف كأس تاع طحين القمح الكامل طبعا دوما بنفس الكأس، وربع كأس تاع النشا لا مايزينا في كل دو مايز، ونضيف لها حبة بصل تكون مفرومة مليح جيدا. وملعقة كبيرة تاع البابريكا، وربع ملعقة صغيرة تاع الكمون ما نكتروش. هكذا ونجمع العجينة. بعدها أضيف ربع كأس تاع الزيت، ولكن نضيفه تدريجيا ماشي على مرة واحدة كما راكو تشوفوا. أنا حطيت ربع كأس تاع الزيت، زيت الكانولا، ولكن نتوما تشوفوا هذا يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرته. هذه هي اليقامه تاع العجينه تاعنا، كيما شفتوا لازم تقعد تلصق هكذايا، ومن بعد نجو نجمعوها بشويه طحين بهذه الطريقه حتى تنجمع معانا. نجي نعاود نحطها ترتاح مده 30 دقيقه واحده اخرى، نطليها بشويه زيت ونغطي عليها. هنا نجي نحضر الحشوة تاعي، درت زوج حبات بصل، حوالي 450 غرام تاع اللحم المفروم، والتوابل ملح وفلفل أسود على حسب الذوق، بابريكا، شوية كمون، ولوريغون لوريغانو باش يعطينا ذوق وطعم مليح. نقدروا نعوضوه بالزعتر اليابس لوتا. هاو اللحم المفروم تاعنا واجد. الان جو نحشو العجينه، درت شويه ماء والنشا باش نقدر نديرها كويرات، لانه العجينه تاعنا تلصق شويه، او نقدروا نطلو يدينا شويه بالزيت باش نشكلوها على شكل كويرات كيما راكو تشوفوا. هنا خديت كويره وجيت ضغطت هكذا في الوسط كيما راكو تشوفوا، لازم نرققوها باش كي نجو نقلوها طيب لنا مليح من الداخل، يعني نرققو ونضغطو ونحط شويه لحم مفروم شويه جبن، ونغلق الجوانب كله ونضغطو حتى نرققوها مليح على شكل خبيزات. الفيديو يشرح نفسه. هنا نبداو نقليو في الخبيزات تاعنا، حطيت الزيت سخون تكون يعني سخونه مليح،
بعدها نحطوها على المتوسط ونبداو نقصو تدريجيا. لازم نعسو حرارة الزيت باش ما يتحرقوناش ويطيبو مليح من الداخل، ونقليو كمية صغيرة يعني 2 3، ما نحطوهمش كاع على ضربة. انا خديت مقلات صغيرة باش ما تاخدناش بزاف الزيت. بعد القلي مباشرة في ورق المطبخ باش يمتصونا الزيت. هاد الوصفة نقدرو نديروها مرات على مرات، طبعا ماشي دايما. العجينة فيها البرغل، برغل صحي. انا هاد الوصفة ما جربتهاش في الفرن، ولكن تقدروا تجربوها في الفرن. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الخبيزات محشيين باللحم المفروم وشوية جبن كذلك. نقدروا ناكلهم بالحمص، ديروا لهم شوية على مايونيز المصنوعة طبعا في البيت. ان شاء الله تجربوا الوصفة، ما تنسونيش في اللايك وتاكتيفي ولا كلوش باش يوصلكم كل جديد. ونقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.